حادثة اختطاف وقتل منذ 11 عام لم تقفل إلى هذا الوقت، والجناه يمنيين. وأيضا في أهالي توقعات بتطبيق إغلاق المحال الساعة 9 مساء قبل شهر رمضان، ومافيا سورية تفشل في تهريب 22 مليون حبة مخدرة إلى المملكة العربية السعودية، مخدرة ومنشطة أيضا. وباقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. اهلا وسهلا بكم، بس عشان ايش نحطه على السايلنت. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما الحقيقه لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. نبدا من اول ماده الحقيقه، خبر مهم فيه خوف وفيه الحقيقه اعتزاز بانجاز. اذا اعلنت وزاره الداخليه اليوم ان الجهات الامنيه المختصه تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الامنيه المختصه ب مملكة البحرين من رصد ومتابعة وإحباط محاولتين لتهريب 22 مليون و 85,770 قرص يعني مخدر تقدر قيمتها السوقية ب مليار و 38 مليون. وكشفت التحقيقات على حسب ما صرح به المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء نصر التركي أن العمليتين لها صلة بمافيا سورية. نتابع الحقيقة جزء أو مقتطف من المؤتمر الصحفي نقرا على التلفزيون السعودي للواء منصور التركي. لنا هدفين الحقيقة في الموضوع هذا. الهدف الأول هو أن نقبض على من يخدم أهداف هذه الشركة داخل المملكة، وهذا طبعا ساهم في القبض على 5 سعوديين ومواطن بحريني من المتورطين. لا يمكن أن نجزم حتى هذه اللحظة بأن هؤلاء هم فقط المتورطون، هناك آخرون متورطون في بعض الدول، ونحتاج استكمال الإجراءات النظامية للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات الأمنية في المملكة. لذلك كان لابد من توفير أيضا الأدلة القانونية التي يمكن استخدامها أو تقديمها للدول التي يتواجد فيها أولئك الأشخاص، وبالتالي القبض عليهم. معي لمناقشة الموضوع والتحليل تحليل سريع المحلل السياسي ورئيس مركز الدراسات الأستاذ ناصر القرعاوي. مساء الخير. مساك الله بالخير يا خالي، ومساء المشاهدين بالخير كذلك. نعم، اللافت في بيان الداخلية وحديثها أن أول مرة تشير إلى دولة مافيا سورية أو إلى آخره، يعني ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية بالتأكيد ليست ليست العملية التي الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم ضبطها بهذه الكميات أيضا، وهذا الاختلاف والتنوع من مصادرها. المملكة مستهدفة في المنطقة مباشرة، هناك خمس جهات تحاول إغراق المملكة في وضع أبنائها، وبالتالي يعني حينما تستهدف المملكة فهي تستهدف لأسباب عقائدية، وراء ذلك إيران، وإيران أكبر شبكة في المنطقة لتوزيع ونشر المخدرات في المنطقة، وهي منطقة عبور من أفغانستان إلى أوروبا وإلى الخليج. وبالتالي إيران لديها أخ علي لديها جهاز متخصص تحت إشراف وزير الداخلية الإيراني لإغراق المملكة فيما يتعلق بالمخدرات عبر اليمن وعبر مناطق ومنافذ أخرى. هناك أيضا سوريا وحزب الله، لأنه أيضا لبنان معروف أنه أيضا ممر سهل بالنسبة لتمرير مثل هذه العينات ومثل هذه السموم القاتلة. هناك إسرائيل أيضا وهدفها سياسي لذلك، وهناك منظمات دولية مرتب لها
مع الجهات الأطراف الثلاثة أو الأربعة الأخرى السابقة. فبالتالي المملكة مستهدفة عقائديا سياسيا تجاريا، وأيضا الهدف منها إضعاف بنية القوة في المملكة وهم الشباب. وإعلان المملكة اليوم عبر البحرين وسوريا أنها لم تعد هناك رغبة ولم يعد هناك قابلية للتكتم أو مجاملة بعض الجهات التي تمول مثل هذه أو تسعى وراء هذه الأعمال التخريبية للمملكة، لأنها وصلت الأمور أشك أن يكون هناك رغبة عند أي من الأطراف أن يكون معلن عنه. لكن بالتأكيد حينما أعلن المتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وسمى الأشياء بمسمياتها، نحن نتأمل أن يكون الحل القادم تطبيق العقوبة، عقوبة التي نص عليها التشريع القرآني، وهناك فتوى بذلك. يعني هو العقوبات قد تكون كذلك، ما أعلنوا، هم أعلنوا عن الجهة. عموما أشكرك المحلل ورئيس مركز دراسات الأستاذ ناصر قرعاوي على هذه المشاركة. فاصل ونعود لكم بعد قليل.